بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وحضراتكم في هذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائكي حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مجردا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم في هذه الليلة المباركة، مولد النور الذي أضاء الدنيا برسالته السماوية، مولد من أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، مولد خير البرية والناس أجمعين، أشرف الخلق ورسول الهدى ونور الإسلام، الرحمة المهداة والهادي البشير. وفي هذه الليلة المباركة ونحن نحتفي ونحتفل مع حضراتكم بالمولد النبوي الشريف، معنا كوكبة من علمائنا الأجلاء الذي يسعدني أن أسعد بصحبتهم في هذه الليلة. فضيلة الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، وأيضا يشرفنا أيضا المنشد عبد الرحمن بلالة والمنشد إيهاب يونس. اهلا وحضراتكم، اهلا وكل سهل. عام وانتم بخير، كل عام وانتم الى الله اقرب في هذه الليله التي تفوح بها نفحات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واسمحوا لي ان نبدا بالانشاد مع فضيله المنشد إيهاب يونس ثم يستمر الحوار. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرفه صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفاً
تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام أطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أحسنت مولانا، أحسنت.